من الأخبار المحلية إلى أخبار الرياضة، وهي الشغل الشاغل هذه الأيام، مباريات مهمة ودوري مهم وكأس العالم المرتقب، وما بين توقعات عديدة في كأس العالم، وأجواء جميلة تعيش دولة قطر ويعيشوها كل الرياضيين هذه الأيام بمجريات الأحداث الرياضية. نحن عودناكم في كل ثلاثاء أنه يكون ضيفنا حاضر معنا داخل الأستوديو ليحلل إلينا مباريات الأسبوع، ونتعرف من خلاله على توقعات اللي ممكن تحصل. ومن خلال الأسبوع الماضي أنا سألت من واحدة من التوقعات وهو أجاب عليها وصدقت وفازت المغرب. أهلا وسهلا بك سالم سعيد، صباح الخير عليك الصحفي والرياضي. صباح الخير عليك، صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير ومبروك كمان للمغرب، يعني زي ما توقعت أنت. خلينا أبارك لك في الأول وأوري الناس أنه أنت بادرت بأنه المغرب حيكون لها النصيب الأكبر. نعم، هي كانت توقعات وأمنيات في نفس الوقت، لأنه المنتخب المغربي العربي الشقيق أول منتخب عربي، أول منتخب إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من نهائيات كأس العالم. أعتقد ده إنجاز كبير جدا. الفرحه كانت كبيره في الشارع السوداني. صحيح. كان في احتفالات في عدد من الشوارع من الدول العربيه ككل، الدول العربيه وهنا في الخرطوم في عدد من الشوارع بتاهل المغرب وتجاوزه لمنتخب كبير مثل المنتخب البرتغالي. استاذ سالم، خلينا نشوف نحن قراءات سريعه و في كاس نهائي كاس العالم، لكن خلينا نشوف قراءه سريعه حول جرعه دوري ابطال افريقيا، خاصه مجموعه الانديه السودانيه هلال ومريخ. يعني في وسط كاس العالم اجريت القرعه، قرعه دوري ابطال افريقيا، بمشاركة فريقين من السودان الهلال والمريخ. القرعة وضعت الهلال، طبعا كان في المستوى الثاني حسب التصنيف الإفريقي بتاع آخر 5 سنوات 5 years ranking، والمريخ كان في المستوى الرابع. الهلال جاء في المجموعة الثانية مع الأهلي المصري، صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني، بينما أتى المريخ في مجموعة الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري. الهلال الأهلي المصري للمرة أو للموسم الرابع على التوالي مع الأندية السودانية، في موسم 2020 مع الهلال، في موسم 2021 مع المريخ، في موسم 2022 مع الهلال والمريخ في مجموعة واحدة، وفي موسم 2023 مع الهلال. يعني قدر الأهلي أو قدر الأندية السودانية مواجهة الأهلي المصري باستمرار. هذه المجموعة والصن داونز الجنوب إفريقي للمرة الخامسة مع الأهلي المصري في يواجه الأهلي المصري في دورة أبطال إفريقيا للنسخة الخامسة على التوالي. قرعة وصفت من الإعلام المصري كأنما نفس مجموعات العام الماضي، الأهلي والهلال وصن داونز، وكان معهم المريخ في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا. الآن بدل المريخ هناك القطن الكاميروني. المجموعة صعبة للهلال وليست سهلة. الأهلي المصري يعيش وضع فني عالي، متصدر الدوري المصري، لديه استقرار فني، لديه استقرار إداري، نتائجه جيدة، الروح المعنوية عالية، في عدد كبير من اللاعبين الذين كانوا ضمهم الأهلي في الموسمين الماضيين وصلوا لمرحلة نضج كروي جيد. صن داونز الجنوب الإفريقي الحصان الأسود للكرة الإفريقية في ال5 مواسم الأخيرة، نادي متألق بشكل كبير. نعم. على الورق وحسب ما قالته الصحافة الإفريقية بين الأهلي وصن داونز هما الأوفر حظا للترشح على حساب الهلال والقطن دون التغافل عن الهلال. يعني أيضا حديث الصحافة في جنوب إفريقيا وفي مصر كانت عن الهلال كان حديث طيب، لأنه خصم صعب الميراث. طيب نجي لنقطة مهمة جدا، الهلال في الموسم الماضي لعب بدون جمهور ولعب عصرا، لم يلعب مساء على اعتبار انه كان في مشكله في الكشافات والكاف لم يجيز هذا الامر تحت الاضواء، ولعب بدون جمهور لدواعي امنيه. بعد ذلك ما عرفوا الدواعي الامنيه، هل هي حسب تقديرات الكاف ولا حسب تقديرات السلطات الامنيه هنا في السودان. المهم الهلال حرم من جمهوره. الوضع ده اللي اثر عليه، ده اثر، انا في تقديري اثر. وحنجي بعدين اللي اثر على المريخ شنو في تقديري. لو زال هذين الامرين، مساله الهلال يلعب كما هو معتاد مساء في ملعبه، وكما هم في زيارة طبعا حتكون من الكاف في شهر 1 لإجازة الملاعب ولتسمية الملاعب وزيارتها، لو الهلال أتيح له أنه يلعب في التوقيت اللي هو بيحبه مساء وبحضور الجماهير، دي حتكون عاملي إضافة قويتين بالنسبة لفريق الهلال لمواجهة الأهلي المصري ولمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. طيب نجي لمجموعة المريخ. المريخ معه الترجي والزمالك وشباب بلوزداد. المجموعة صعبة، صعوبة المجموعة بأنه هي مواجهات عربية، دائما الكرة العربية شوية كعبة أعلى علينا نحن من دول إفريقيا السمراء، ودي حسابات معقدة جدا. المريخ جاء في الشباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري، الزمالك حامل لقب الدوري المصري، يعني الوضع صعب. المريخ الموسم الماضي أو حتى الآن المريخ ما معروف يلعب وين، يعني المريخ حتى ما معروف حيلعب وين. الموسم الماضي اختار القاهرة، الموسم الحالي يجب للمريخ إذا ما أراد أن ينافس في مجموعته
عليه أن يختار استاد الهلال. كان في حديث أنه في صراع بين الهلال والمريخ، وأنا أعتقد هذا الأمر مفتعل. وهناك تصريح للمدرب البرازيلي هيرو ريكاردو مدرب المريخ، قال أنه عندما كان مدرب الهلال كنا نلعب في استاد المريخ، فما المانع الآن أن المريخ يلعب في استاد الهلال؟ إذا ما أراد المريخ أن ينافس لا سبيل عليه إلا أن يواجه خصومه في استاد الهلال. في استاد الهلال، لكن خلينا نشوف هل جاهزية المريخ والهلال الفنية. طيب الهلال حتى الآن يمضي بشكل جيد في بطولة الدوري الممتاز. إذا ما أراد المنافسة من الناحية الفنية على المدرب الكونغولي فولوران أن يثبت تشكيلة. حتى الآن الهلال ليست لديه ملامح تشكيلة واضحة، تثبيت تشكيلة بالنسبة لفريق الهلال وتثبيت تشكيلة أساسية بالنسبة لفريق الهلال ستكون واحدة من الأدوات القوية بالنسبة لفرنسا، وعدم تأجيل المباراة أن يستمر في المباراة الرسمية. نحن حنشوف المباريات وحنتابع الهلال والمرتقيك الأسبوع الغادم إن شاء الله، ونشوف تحديات جديدة ومباريات جديدة، وأيضا كمان فوز منه الممكن نشوف البطل يكون منه، يكون حيكون منه البطل. شوف المغرب تصل لحد وين. توقعاتك منه حيكون البطل؟ والله على الورق أغرب فرنسا، فرنسا أرجنتينا النهائي على الورق أغرب فرنسا. وأمنياتك كتمني زي ما قاعد تتمنى لنا المغرب. المغرب يبقى معناه أنت مع المغرب، وإذا فازت المغرب فيكون حظيت إن شاء الله حظ جميل وكبير. شكرا جزيلا لك سالم سعيد صحفي ومحلل رياضي معنا عبر صباح الشروق، ويبدو لي أنه تكاملت فقراتنا من خلال صباح الشروق وانتهت مساحتنا معكم عبر هذا الصباح. نلتقيكم إن شاء الله في صباحات مختلفة متجددة وأيضا كمان برمجة مختلفة خلال هذا اليوم من قناة الشروق الفضائية. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لهذه المتابعة، ودمتم في أمان الله.